السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في اللقاء الفات كيف إن أنا ممكن أعص على الولد أو أضغط على زر سبيس يخلي الولد تبعي ينط وينزل من خلال استخدام حاجة اسمها تايم دوت تايم، أو من خلال استخدام الوقت علشان أنا أتحكم في النط تبعت الولد تبعتي. طيب هذا الكلام مش كتير يعني دقيق، في آلية أفضل وإن كانت ممكن تاخذ معنا شوية وقت في الكود. في حاجة ممكن دالة فانكشن نكتبها هنا، انا نسخها عندي void on collision enter، ونفتح قوس ونسكر قوس. هذه الداله طبعا اي حرف كابيتال سمول غلط مش راح يشتغل الداله. هذه on collision enter، ايش يعني on collision enter؟ لما يصير في تصادم تشتغل الداله هذه. مين يتصادم مع مين؟ اي حاجه تتصادم مع الولد تبعي. اذا الولد تبعي، لان الكود هذا محطوط على الولد، تصادم مع اي حاجه تلقائيا راح تيجي تنفذ الداله هذه. انا اشوف من باب الفضول يعني برنت واطبع لي اي حاجة هنا ونشوف مثلا ونشوف ايش ممكن تعطيني. اول شيء انا شايف انا في حز هنا انكوليجن انتر مش راضي يستوعبها، استوعبها لا، قال لي انكوليجن انتر مش قادر يلاقيها. void انكوليجن انتر وهي begin و end. طيب ثواني اشوف شو مالها. مش حكوا علي، هذا بتنحطش في الابديت، هذا وين بتنحط؟ فانكشن برا تحت الهان، وهي اون كوليجن انتر. الان هاي الداله تبعتي انا بالغلط حطيتها تحت الابديت، هي فانكشن ريش فانكشن جو، هاي فانكشن لحالها اون كوليجن انتر. لما يصير في تصادم ايش بده يسوي؟ بده يطلع لي جمب، بس اعمل حفظ للشغل تبعي كنترول اس، وهات اجي انفذ الكود تبعي هنا. شغل، نيجي للسكريبت هنا، امحي لاي حاجه في اوكي هنا صح؟ راح تضل اوكي، ايش مالها؟ تطبع ضايل الفانكشن اوكي برين مش ضايل. هاي كلير هنا، هاي هنا لو سمحت شوف في طبع شيء، اي جامب صار كوليجن بس مره واحده انطبعت صح؟ طب نط وانزل قلب الرقم لايه؟ لاثنين، تنفذت لمرة واحدة، صار كوليجن فتنفذت، هي كمان مرة هي تنفذت ثلاثة، إذا كل ما يصير تصادم ايه؟ بتتنفذ الدالة هذه مرة واحدة، ممتاز. الآن أنا ممكن أعرف إنه صار تصادم، أول ما يصير تصادم أقول له مسموح لك تنط، طول ما إنه فيش تصادم مش مسموح لك تنط. راح أجي هنا في الدالة تبعتي بقول له إذا كان اف السي ال هذه الكوليجن تبعتي هي تحمل بيانات عن الجسم اللي انا انخبطت فيه. اذا كان از كولايد دوت نيم، في عندي حاجه اسمها نيم هنا، لا دوت جيم اوبجكت دوت نيم، اذا انا حصلت عليها هاي ترانسفورم اللي انا خبطت فيه الجسم تبعي جيم اوبجكت عشان ارجع واخد منه الاسم تبعي. اذا الاسم تبعي الجسم اللي انا خبطت فيه بيساوي ايش؟ بيساوي عندي ايش الجسم اللي انا عندي هنا؟ بلان، بس انا بحب انسخها عشان في كابيتال وسمول، علم على بلان، هي بلان تبعتي وانسخ الكلمه هذه. اذا كان هذا الجسم بيساوي بلان ايش بدنا نسوي؟ بدي اقول له مسموح انك تنط. اذا انا خبطت وصار خابط على البلان مسموح انك تنط، واذا انا طاير مش مسموح ان انا انط صح؟ راح اجي عارف متغير مسموح مش مسموح، راح اجي هنا اقول له متغير نوع من بولين از جامب بيساوي ترو اول مره مسموح انك تنط، في الحياه مسموح تنط. اذا انا نطيت طول ما انا طاير في الهواء مش مسموح، لكن اول ما بتنزل على الارض راح اقول له از جامب بتساوي ترو، طول ما انا اول ما اخبط في الارض مسموح ان انا انط كويس، لكن وين مش مسموح ان انا انط؟ لما اجي اعص على زر سبيس تحت هنا، مش هذا اللي بيعمل النطه طلعني لفوق؟ اذا انا عصيته وعملت اد فورس راح الغي الكلام هذا كله خلاص، بديش الكلام هذا، وراح اقول له از جامب
بدها تساوي فولس. اذا انا نطيت اول ما ينط فممنوع ينط، واقول له اسمع حانا ممنوع تخش الداله هذه الا اذا كانت از جمب بدها تساوي ترو. طبعا لو ما كتبتش بدها تساوي ترو صح، ما لانه هي اوريدي اذا ترو او فولس. طيب لقيت اول ما عص على الزر راح يعطيني قوه لفوق، وايش يسوي بعدين؟ وممنوع تنط، وهي مش راح يخش. وقت ايش راح يسمح له؟ لما يعاود يخبط في الارض، يخبط ويتاكد انه خبط هو عمليا في الارض، راح يقول له اسمع از جام خلي لي هتساوي ترو، خلي لي مسموح له انه ينط. بيجي هان صارت هذه ترو، بتطلع بعد ما خبط في الارض اه هذه ترو، وانا ضاغط عن جد على سبيس بقول له اسمع اعطي له قوه لفوق وخلي لي اياه ممنوع ينط. عابل ما يطلع فوق وعاوز ينزل الارض يخبط، هات نشوف كنترول سيف ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، اعمل كلير لهذه عشان اذا في اخطاء. هي نعص على المسافه انا ينط، طلع اول ما يخبط في الارض نعص على المسافه على طول، اول ما يخبط في الارض صارت ترو بسمح له، لكن رفعت اصبعي هي وقت بستناني عص هي عص، لكن طول ما انا ضاغط على سبيس هو اوريدي بيعطي القوه لفوق وعم يخبط صارت ترو بعود بعمل القوه زي هيك. هذه الطريقه احسن في التعامل مع الاجسام في التصادمات عن طريقه التايم دوت تايم في حالتنا هذه بس. ويعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.